عندنا واحد التمينة اللي كتراوح ما بين السردي 70 درهم، البرقي كاين 65 درهم، كاين واحد النوع اخر ديال البرقي ديال التبحدات اللي ب 60 درهم. الاغنام الاسبانيه عندنا اللي عندها القرون ديالها ب 58 درهم، اللي ما عندهاش ب 52 درهم. كنحاولوا نوفروا واحد الاثمنه اللي تكون اقل شويه من السوق، كما كتعرف ان هاد السنه كاين واحد الغلاء كبير. كنحاولوا اننا حتى نوفروا واحد شويه ديال كما كنقولوا رخاء للمواطن المغربي. السبب ديال هذا الغلاء هو المواد اللي كيتركب منها العلف هي اللي غلات. نقولوا الدران، نقولوا الصوجا، نقولوا بزاف ديال المواد عالميا كتغلى، ماشي فقط المغرب. فهاد الغلاء راه ما كاينش في المغرب فقط، فهو هاد الغلاء كيتسمى واحد الظاهره دابا كاينه في العالم كامل. كنتمنوا انه ينخفض شويه هاد المنتوجات، ينخفض التكلفه ديالها وتولي في المقدور ديال الجميع ان شاء الله. كاين واحد الاقبال كبير كنقول للناس على هاد السنه على هاد الاغنام الاسبانيه، لانه اولا الثمن ديالها اللي كيشجع انها كتوالم مع المواطن متوسط الدخل، وكذلك فجوده ديال اللحم ديالها كتعطي واحد الجوده اللي زوينه بزاف. حنا ماشي غير كنجيو كنديروا هاد لامبورطاسيون ديال هاد الاغنام، حنا درنا على بزاف ديال البحوثات. كذلك قمنا بالجزر ديال عده ديال الاغنام منها، ومشاو للابوغاتوار، ومشاو لعده ديال المصالح اللي كترعاهم لونسا وكذلك وزاره الفلاحه. مشكورين على الدعم ديالهم، مشكورين على المواكبه ديال الاغنام اللي كتوصل للمواطنين، كيواكبوها من عند المكان منين كتجي من لوروب حتى المغرب ملي كتوصل. فاحنا كنتمنوا انه الناس ما يكون لا تخوف لا والو. فهاد الغنم الناس هنا عندنا في الضيعه ديال اسماعيل راه اقتنوا منها واحد العدد كبير، وحنا باقيين كنديروا في ليزابورتاسيون، كيجيو الدفعات يوميا. لو ما كانش الاقبال حنا ما كناش غادي نديروا هاد الدفعات كاملين اللي يجيو سنين، وحنا كنديروها كنمتهنوا هاد المهنه. يعني الناس راه غالبيه ديال الناس كتعرف الضيعه ديالنا، وكتعرف لاكاليتي، وكتعرف الجوده اللي كنقدروا نوصلوا للمواطن المغربي. حيت نقدروا نقولوا واحد 40% كتعرف، ولكن 60% ديال المواطنين ما كتعرفش الجوده. يعني كتوكل على الله، يعني حنا هما اللي كنتكلفوا بنجيبوا لهم الجوده اللي عندهم. والناس راه كتعرف ضيعه اسماعيل باش معروفه والمكان ديالها، كتعرف انهم حنا كما كنقولوا بالدارجه كنخافوا الله.